شربة الماء وهذا حاله. عادة النازحين كل المظلومين عندكم اجيبهم بيدي. من اقصى العراق الاقصى. سيدات والسادة اعضاء مجلس النواب رئيسا لجمهورية العراق. زيادة كانت مستمرة وان احافظ على استقلال العراق وسيادته. حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكن وحسب الرأي العام احتساب أي قرار أو وجهة سياسية لمن في السلطة أو في خارجها إلا ضمن دائرة الحسابات الانتخابية التي بدأت تجيش لها الجيوش، وبالتالي لا يمكن انتظار إلا مرحلة صعبة. الخشية الكبرى فيها استخدام ورقة الشارع والتسقيط المباشر، عن ذلك سنتحدث. وكأن ساحة التحرير كأنموذج لفعل قريب باتت بازارا انتخابيا، من أراد استعراض عضلاته الجماهيرية سيذهب هناك. والأدهى من ذلك هو أيضا تحول المؤسسات الإعلامية إلى منابر للتسقيط السياسي المباشر ودون تلميح أو تحفظ. فإن يمكن أن يكون العراق فكيف يمكن عفوا أن يكون العراق كلما اقترب شهر حزيران أو حتى أكتوبر كموعد آخر مفترض للانتخابات المبكرة؟ سؤال عام نطرح من خلاله أسئلة فرعية. هل بدأت الحملة الانتخابية مبكرا من خلال الشارع وساحات التظاهر؟ أليس التسقيط الانتخابي المبكر يزيد الوضع تعقيدا؟ وهل الساحة النيابية المقبلة أيضا ستشهد تصعيدا آخر؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها بعد قليل في حوار التاسع. أنت في الحدث على زمن طويل بلا كهرباء. كاميراتك توثقها. أنا مش شربة الماء وهذا حان. مشاهدينا الكرام، جديدا برنامجنا استوديو الناس من البصرة. ونحن منصة لايك. كن مراسل الفلوجة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ الحوار مباشرة مع ضيوفنا الأستاذ فلاح المشعل الباحث في الشأن السياسي مباشرة طبعا من بغداد. أستاذ فلاح، وينضم معنا أيضا الأستاذ زياد السنجري صحفي وكاتب عراقي، وينضم معنا الأستاذ رحيم العبودي عضو تيار الحكمة أيضا مباشرة من بغداد. حياكم الله ضيوفا في هذه الحلقة. ربما الحديث الآن يدور حول عيد تأسيس الجيش. سأبدأ بهذه المناسبة ثم أتطرق إلى موضوع الحلقة. أستاذ فلاح المشعل، أنا كتبت اليوم حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي في حساباتي أنني أدعو إلى تشريع قانون يحيد المؤسسة العسكرية عن التصويت في الانتخابات أيا كان نوعها، لأجل منع استخدام المؤسسة العسكرية والأمنية في الصراع السياسي وتوظيفها لأغراض انتخابية. فما رأيك بهذه الفكرة التي لها علاقة بمناسبة عيد الجيش ولا علاقة بالصراع الانتخابي الذي بدأ؟ نعم، تحياتي لك أخي دكتور زيد، وكل عام بخير، وتحيات أيضا للزملاء الأعزاء الضيوف الآخرين من هنا من بغداد، وتحية أيضا لجيشنا العراقي الباسل بهذه المناسبة. ما أنا قرأت ما كتبت حضرتك اليوم وهي فعلا انتباه ذكية جدا ولا تبتعد كثيرا عن ما كتبته. أنا كتبت قلت 100 سنة مرت وكل الآمال، أو بهذه المناسبة اليوم تعظم أو تكبر الآمال بأن تصبح لدينا مؤسسة عسكرية مهنية لها نظامها الداخلي وتعتمد ذاتيا بتنشئة عناصرها وتكون بعيدة عن المحاصصة والسلطة السياسية، وأن تتحلى بنظام داخلي صارم، وبالتالي تستطيع فعلا أن تنتج مؤسسة تضبط النظام الديمقراطي وتحمي الوطن
وبالتالي تترسخ فيها مفاهيم المواطنة المفقودة خلال 100 سنة ماضية للأسف الشديد. نحن بأمس الحاجة اليوم إلى مؤسسة عسكرية بعيدة عن التحاصص، بعيدة عن مفاهيم الدمج. يعني حتى تلتقي أستاذ فلاح فكرتي مع فكرتك، تعتقد بأن تحييد المؤسسة نعم. العسكرية عن الفعل السياسي سيجعلها تضبط الإيقاع في العملية السياسية في العراق ولا تكون جزءا منه؟ مضبوط، نعم، وتحمي. وربما التجربة التركية يعني خير مثال لهذا الموضوع. في مصر أيضا المؤسسة العسكرية مؤسسة داخلية، هي تنشئ الوزير وتنشئ رئيس الأركان وتنشئ ضباط الأركان وتنشئ آمري الوحدات وآمري الصنوف، وبالنتيجة هي لديها نظامها الداخلي وتشتغل بمراقبة. يعني هناك أجهزة داخلية ضمن المؤسسة طبعا كاستخبارات أو الأمن العسكري وغير ذلك، هو أيضا يقوم بدور الرقيب والضابط الداخلي أيضا. من هنا حقيقة تستطيع أن تحفظ طبيعة النظام السياسي إذا كان نظام فعلا هو منتخب وهو نظام يتحلى بقدر من الرشدية ومن العقلائية ومن الخدمة للمواطن العراقي. ومتى ما سادت الفوضى كما حصل في مصر يتدخل الجيش لحسم الأمور وتثبيت قواعد وقانون الدولة، قانون الدولة وليس الحكومة. يعني هنا حكومة قد تكون ضد الشعب في لحظة ما، يتدخل الجيش لحماية الشعب، وهذا ما شاهدناه في مصر حقيقة. يعني في التجربة المصرية كانت عبرة مهمة جدا سواء للمؤسسة العسكرية أولا وللمؤسسة القضائية ثانيا. طيب أستاذ رحيم العبودي، شنو رأيك بالفكرة أيضا حتى تكون مفتاح لمدخل مناقشة الحملة الانتخابية المبكرة؟ أليس من الضرورة أن تتبنى جهة سياسية فكرة تحييد المؤسسة العسكرية عن المشاركة في الانتخابات؟ البعض يقول أنت بهذه الطريقة تسلب المؤسسة العسكرية حق يعني إنساني وسياسي في بأن أفراده يشاركون في التصويت، لكن الغاية أعمق، الغاية صون المؤسسة العسكرية من استخدامها في الصراع السياسي واستخدامها لترجيح كف الطرف على حساب آخر. فشنو رأيك بالفكرة أستاذ رحيم؟ أمسية سعيد عليكم وشكرا لهذه الاستضافة. تحية لضيفيك الكريمين، تحية لمشاهدي قناة الفلوجة، وتحية لك دكتور. بالحقيقة يعني بدءا قضية الجيش العراقي الأغار وعيده، هذه مناسبة عزيزة علينا جميعا باعتبار العراق عاش مراحل حروب كثيرة، خاض غمار هذا الجيش العتيد وخرج منها مرة متقهقرا بالفعل السياسي ومرة منتصرا بالفعل الشعبي. اليوم تحييد هذه المؤسسة هو أمر لابد منه باعتبار أن الوضع لا يتحمل أن تكون هنالك إرهاصات يدخل ضمنها هذا المارد الكبير. الجيش العراقي هو بالفعل كان أحد الجيوش المتنافسة على المراكز الأولى، لكن خيبة أملنا في السياسة هي ما جرنا إلى هذا الوضع. اليوم بحاجة ماسة لأن تكون هنالك قوانين صارمة لا تتداخل مع الأوامر العسكرية، لا تتداخل مع العمل العسكري، لا تتداخل مع الخطط العسكرية والأمنية باعتبار أن الملف الأمني هو ملف مهم جدا وهو ملف يعتمد على القضية الفنية بدرجة كبيرة ولا يعتمد على الجو السياسي والقرار السياسي. القرار السياسي هو ممكن أن يتشارك به الجميع وممكن أن الجميع أن يدلو بدلو، ولكن قضية أن يكون هنالك قرار حرب من عدمه هو بيد المنظمة هذه المؤسسة. داخليا وخارجيا القرار يرتهن للإرادة السياسية نعم، ولكن بالنتيجة هو يطبق الأوامر ويكون منصاعا لها باعتبارها أنها هي تكون مفتاح حماية هذا البلد وحدوده وهو السور الآمن لهذا البلد. طيب أستاذ رحيم، تتفق معي بأن الجيش العراقي، خلينا نحكي على تجربة 2003، استخدم وتم توظيفا سياسيا لصالح جهات سياسية قد تكون الأقوى، قد تكون المتنفذة، قد تكون هي صاحبة القرار، وبالتالي أقحم أقحاما في كل أشكال الدعاية الانتخابية؟
بالتأكيد واقع حال، هذا من ينكر هذه الحقيقة هو بعيد عن الواقع. في كثير من السنوات تم تسجير أصوات الجيش العراقي وأبنائه إلى جهات معينة، وبالتأكيد يعني اليوم لا يخلو قضية أنه رئيس الوزراء في أي مرحلة كان يعني يحصد هذه الأصوات بالجملة من الجيش العراقي، باعتبار أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة تدين للقائد العام للقوات المسلحة والمراتب العسكرية. فلذلك يجب أن يكون هنالك تأهيد لهذه المؤسسة في عملية التصويت وفي عملية أن تكون هي محل النزاع السياسي. النزاع السياسي نعم هو واقع حال بين القوى الديمقراطية القوى السياسية التي تحاول أن تتقمص شخصية بعملها السياسي بأيديولوجاتها ببرنامجها السياسي، لكن هذا البرنامج يتقاطع مع عملية حماية الحدود، مع عملية قضية أنه هذا العمل العسكري، العمل العسكري بعيد عن السياسة قريب من روح المواطنة. هذه العملية يجب أن تدرس بشكل جيد وأن توضع القوانين المناسبة لهذا الغرض. أستاذ زياد السنجري، أرحب بك مرة أخرى ضيفا. إلى أي درجة أسس استخدام الجيش في الدعاية الانتخابية وكورقة سياسية جزء من الصراع السياسي أسهم في مرحلة الفشل الذي وصل إليه العراق اليوم، وربما أنموذج الموصل واحدة من هذه النماذج في حزيران 2014؟ نعم دكتور، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام، وتحياتي لضيفيك الكريمين الموجودين الآن معنا. دكتور، الحقيقة أود أن أكون أكثر وضوحا، فتعودنا في برنامجك أن نتناول الأمور بوضوح أكثر، بواقعية أكثر، بعيدا عن المثاليات. لذلك سأتحدث اليوم بلغة أو بأسلوب يتوافق مع الواقع. بعد 2003 جيرت المؤسسة العسكرية بشكل كامل إلى أحزاب معينة دون أخرى وطائفة معينة دون أخرى، وربما هذا الأمر الحقيقة أو تقمص دور الطائفة، وربما هذا ما شاهدناه مثل ما تفضلت في عام 2014 حزيران 2014 عندما خان كبار قادة هذه المؤسسة للأسف التي لا تمت بصلة للجيش العراقي، لأنهم خانوا العهد، سلموا أراضي إلى مجموعة من الأوباش المسلحين تنظيم داعش الإرهابي. كذلك هذه الطبقة السياسية لم تؤثر فقط على المنظومة العسكرية الحالية بل على تاريخ هذه المنظومة، كيف ذلك عندما سمحت بقتل الكثير من القادة الكبار للجيش العراقي السابق. وزير الدفاع سلطان هاشم مات في أحد السجون وهو يستحق أكثر من أن يموت مثل تلك الميتة الشنيعة. الحقيقة نحتاج إلى معالجات حقيقية، وربما ما تفضلت به وهو تحييد المؤسسة العسكرية أفضل اقتراح يمكن أن نعمل به اليوم. تحييد المؤسسة العسكرية هو بداية شروع حقيقي لبناء العراق، فعندما تكون مؤسسة محايدة لا تأتمر إلا وفق القوانين العراقية التي وضعها الشعب والبرلمان، هنا سيكون لدينا بداية وقاعدة لبناء منظومة أمنية متكاملة، وكذلك منظومة لا تستطيع أن تعبث بمقدرات الشعب العراقي. فالجيش دائما ما يكون هو سور الوطن من الخارج وهو صمام الأمان من الداخل. لذلك أعتقد بأن ما دعوت له أتفق معه تماما، وأتفق أيضا بأن أولى معالجات هذا الأمر إنصاب قادة الجيش العراقي السابق، قسم منهم لحد الآن في السجون، وقسم منهم من قتل، وقسم منهم من قتله داعش في مدينة الموصل، لدينا أكثر من 300 قائد قتله تنظيم داعش الإرهابي. لذلك يجب أن تنصب هذه المؤسسة التي تأسست. هل هناك ملامح أستاذ زياد، هل هناك ملامح أنه في عهد مصطفى الكاظمي هذه السنة التي مرت على توليه، أقل من سنة على توليه الحكومة العراقية والسلطة، هناك نوع من التحييد؟ هل هناك مؤشرات إيجابية توحي بأن وضع المؤسسة العسكرية لن يتم استثماره في الانتخابات المبكرة القادمة؟ ربما على صعيد التصريحات نعم، نجد دائما هناك تصريحات إيجابية من السيد الكاظمي، ونشاهد استعراضات
جيدة وعروض شو من السيد الكاظمي، لكن عمليا الحقيقة ما نحتاج له الآن. فسن القوانين، العمل بشكل حقيقي في داخل المؤسسة العسكرية هو ما نحتاج إليه دكتور، ليس فقط التصريحات. اليوم ربما شاهدنا بعض الخطوات مثل السيد الساعد عبد الوهاب الساعدي تبوؤهم في مكان معين، الحقيقة نحتاج إلى حركة أكبر وأكثر وعيا من أجل جعل هذه المؤسسة العسكرية بعيدا عن السجالات الانتخابية، بعيدا عن الأحزاب والمهاترات. اليوم هناك آلاف الأشخاص أو مئات الآلاف من الأشخاص يتقاضون رواتب لأنهم قاتلوا هذه المنظومة العسكرية. هناك تناقض لدينا في داخل الطبقة السياسية التي تتعامل مع معارك الجيش العراقي. فهناك حقبة 8 سنوات الجيش العراقي جنبنا ما يحصل اليوم في العراق من تيه ومن فساد ومن قتل. لذلك يجب أن نتعامل بشكل أكثر واقعي مع هذه المؤسسة التي تستحق حقيقة أفضل من هذا الشيء، وعلينا أن نلتف كشعب حول هذه المؤسسة لأنها بالفعل ستكون صمام أمان. لذلك على السيد مصطفى الكاظمي أن يعمل بشكل أوسع وشكل أدق وشكل واقعي، ربما يحقق شيء خلال هذه الأشهر القادمة وهو ما يحتاج العراق. مباشرة في موضوعة الحلقة، يعني تماشينا مع مناسبة ذكرى المئوية اليوبيل الماسي لتشكيل وتأسيس الجيش العراقي فوج موسى الكاظم، ولكن أستاذ فلاح شهدنا في الأيام المقبلة استعراضات فيها رسائل، يعني رسائل النزول إلى الشارع، التيار الصدري من جهة، ربما فتح من بوابة ذكرى اغتيال سليمان المهندس، ربما حتى جولة مصطفى الكاظمي. هل نحن أمام يعني بداية عملية فعلية لمرحلة التجييش الانتخابي استعدادا للاستحقاق المبكر؟ نعم، الأيام الأخيرة حقيقة شهدت مثل هكذا استعراضات، وكانت الاستعراضات أوسع وبفضاء مفتوح أكثر في الإعلام، وأيضا التحضر لعملية تجديد البطاقة الانتخابية وغير ذلك. رغم أني حقيقة يعني أرغب بأن تكرس الحلقة لموضوع الجيش، يعني هذا موضوع في غاية الأهمية حقيقة ويستحق أن نتوقف عنده، يعني أن تكرس هذه الحلقة خصوصا اليوم 6 كانون لموضوعة الجيش ومؤسسة الجيش وعزلها لا بس عن في السياق العسكرية، في السياق تجي على مود يعني على مود رسخ فكرة أستاذ عموما نرجع هي. لموضوعك يعني بركة تعوضنا بالحلقة الجاية يعني أو بالحلقات المقبلة إن شاء الله. حقيقة المؤسسة السياسية بأحزابها وتفرعاتها وميليشياتها وهذه العناوين المتعددة عجزت خلال 17 سنة أو لنقل يعني الدورتين الانتخابية الأخيرة أن تقدم أي منجز ملموس للشعب العراقي. الشعب العراقي وهو يقف على مسافة أشهر من الانتخابات يعاني من أزمات عميقة وأزمات بعضها معيشية ضاغطة، يعني خفض الرواتب الآن اللي تهدد به الحكومة، عملية العملة، التضخم المعيشي الموجود بالشارع العراقي، حجم البطالة، الأزمات الأخرى يعني الخدمات، النظافة، الكهرباء اللي أصبحت أزمة يعني مؤذية حقيقة. هذه الأحزاب غير قادرة على أن تقدم أي إجابة لإنجازات تتبناها، يعني بقيت تتراكم السلبيات، فما عساها سوى أن تستعرض وأن ترفع شعارات وأن تهدد يعني طرف يهدد الآخر من أنه الأقوى وأنه قادر على أن يصلخ ويذبح وينتصر، والورقة الرابحة صارت لدى البعض أنه احتلال وطرد الاحتلال. طيب هو الاحتلال يركز على الاحتلال الأمريكي، وفي البلد احتلالات متعددة، مثلا ليس دفاعا عن الاحتلال الأمريكي، أنا أتمنى أن يخرج الاحتلال الأمريكي ويخلصنا من هذه البلوة اللي بلا نبيه، لكن جوهر الموضوع أنهم غير قادرين على أن يقنعوا المواطن بمنجز معين أو بأمل جديد معين. لكن الشارع أستاذ فلاح، طيب يعني ربما أنهم لم يقنعوا شارعا، لكن بالمقابل أكو شارع آخر يسمعهم
وينزل ويستجيب لدعوات النزول إلى الشارع ويرفعون لافتات وشعارات. هذا جمهورهم، هذا استحقاقهم، يعني علش المعارضة؟ يعني بغض النظر ما يعني الجمهور الآخر قبل ما قبل، سمع ما سمع. ما هو يعني هنا المشكلة، أنت لا تستطيع أن تستعرض سوى بجمهورك، جمهور الأحزاب منتفع من الأحزاب، هذه معادلة ثابتة يعني تقريبا. والبعض يخرج بهاي يعني الاندفاع ماكو اليومي، اللي هو مثلا يتقاضى عنه كم دينار كم ألف ومع وجبة أكل مع كذا، فيحتشد بهاي الطريقة. وعموما يعني من يستعرض ضمن حزبه هذا جمهور مسيس، لكن أنا أتحدث عن شعب عراقي عام، أتحدث عن بغداد اللي فيها 8 مليون إلى 10 مليون نسمة. لكن أنت حينما تستعرض تنقل بسيارات من المحافظات، طيب 8 مليون ما يقدر يطلع لك 200-300 ألف ويملي لك شارع السعدون والتحرير؟ إحنا هو هي المعيار اللي إذا تصير أنت جاي تلمح، جاي تلمح أستاذ فلاح إلى غير معبر وغير نهائي. ها جيد، أنت هنا جاي تلمح إلى أنه هذا الجمهور هو ليس جمهورا حقيقيا، يعني بالنهاية ربما يكون جمهور مأجور في جزء منه، لكن أنا أحس بهذا جمهور سياسي يعني معبأ للأحزاب لكي تبعث برسائل معينة لأطراف محددة ومعينة أيضا. لكن أنا أتحدث عن شعب بعمومة، يعني أنا أتحدث عن خلينا نسميه الجمهور التشريني، الجمهور التشريني اللي خرج في جميع المحافظات وفي وقت واحد وبلغ أكثر من مليون. هذا ممكن أن يصح كمعيار لجمهور يطالب بالحرية، يطالب بالتغيير، يطالب بحقوق، يطالب بعدالة اجتماعية. هذا هو المعيار أنا في تقديري للجمهور، وهذا الجمهور سيبقى حقيقة محتجب عن المشاركة الانتخابية، لأنه هذه الأحزاب اللي تتحرك اليوم عليها سواء في بغداد أو المحافظات، والرموز السياسية اللي قاعد تتحرك وتلقي بهذه الخطب الرنانة والخطب المدوية، لكنها غير قادرة على أن تقنع أبسط إنسان. صح هو يجد تجمع عشائري، تجمع شبابي، تجمع رئائي، أي نوع من أنواع التجمعات الشعبية الموجودة، لكن هذه التجمعات مع نفسها تدرك تماما أنه هذا الرمز اللي جاي السياسي أو رجل الدين أو البرلماني أو غيره غير قادر. هو جاء ليعيد ذات الأسطوانة اللي تفتر من 15 سنة 16 سنة. جيد، هذا كلام مهم. أنا في تقديري الشخصي، نعم هذا كلام مهم أستاذ فلاح. أنا في تقديري الشخصي، تفضل جنابك. نعم في تقديري الشخصي أنه هذه الانتخابات المقبلة التي يرجى لها أن تكون نقطة فارقة بالمسيرة السياسية والمسيرة الديمقراطية، إن استمرت وفق هذه السياقات وسلطة السلاح المنفلت وهذه الفوضى والأزمات وتراكم البطالة والمعاناة اللي تتضخم يوميا على المواطن، ستشهد احتجاب شعبي كبير. إذا بالمرة السابقة شاركوا 20% وهم جمهور الأحزاب وبعض الفئات الشعبية اللي بعضها مخدوعة، يعني استمرت مخدوعة، ففي هذه الانتخابات لن تجد سوى جمهور الأحزاب. بمعنى آخر لن يحصل أي تغيير بهذا المشروع. طيب، وبما أنها هذا كلام سياسية، هذا كلام يحتاج باعتراف رئيسها برئيس جمهورية يقول هذه عملية فاشلة أصبحت ميتة غير قادرة على أن تستمر. هذا كلام مهم. أستاذ فلاح أيضا يتحدث بهذه الأغلب ومنذ الانتخابات، نعم، الماضية كلهم اعترفوا بأننا فشلنا، لكن تطبيقات ما بعد الاعتراف بالفشل ما موجودة عمليا، يعني ما موجود قضية تنحي، ما موجودة قضية مقاضات اللي هي المفروض قرارات تبنى على مسألة الفشل. أستاذ رحيم العبودي، صراحة يعني هذه المسألة ذكرها الأستاذ فلاح المشعل في قضية أن السياسيين أفندية ومعممين، من هم في قلب العملية السياسية منذ التأسيس، لما يتجولون في لقاءات جماهيرية بماذا يتحدثون والفشل هو الذي يحكم المشهد السياسي العراقي، برأيك شو يقولون للناس؟ يعني أولا
عملية الديمقراطية هي تتيح هذه المساحة وتتيح للجميع أن يشارك برأيه ويخرج بهذه الخطب وهذه التظاهرات وهذه المسيرات. كل هذه الأمور هي في خضم الجو الديمقراطي لا بأس بها، وهي عملية صحيحة وعملية منتجة. أما أن عملية التشاؤم هي العملية السلبية، أن تضع جمهور كجمهور الشعب العراقي الذي خرج في تشرين و تقول عنه وغير قادر على أن يكون منتجا لأحزاب جديدة أو لعملية سياسية جديدة. ونحن في الحكمة نرى أن روح تشرين هي من أطاحت بالعقد السياسي والاجتماعي السابق، وأطاحت بكل الآليات السيئة والفاسدة السابقة، باعتبار أن هذا الجمهور تحمل ما تحمل وأعطينا الشهداء وأعطينا الجرحى. وهذه الأمور هي ليست أمور سهلة، لا يجب أن تذهب أدراج الرياح، يجب أن يكون هناك وقوف عندها، وهذا الوقوف يجب أن يكون وقوف جديد، وقوف بوضع الحلول، وضع آليات صحيحة. أستاذ رحيم بس أرجع معذرتك، هو هذا اللي أسألاني. شخص موجود في العملية السياسية عنده تمثيل، معذرة أستاذ رحيم بس حتى أركز الفكرة مع جنابك ولك الوقت، موجود بالعملية السياسية، لديه كتل نيابية، شارك حتى في كتابة الدستور وأقر ربما بالفشل، ولديه وزراء وأقر بالفشل وأقر حتى دعم تشرين بمطالبه الإصلاحية، ماذا يقدم للناس في حملته الانتخابية؟ شو يقول لهم؟ هو هذا واقعا هو هذا فرز المساحات. يوم حينما نسمع خطاب من أمسك بزمام السلطة طيلة هذه السنوات، من كان له الصولات والدولات في الوزراء الفاسدين والوزراء يعني اللي أطاحوا بوزاراتهم كأنها دكاكين لهذه الأحزاب، هل هؤلاء من يجب أن يكون التركيز عليهم وفق ما تفضل به الأستاذ مشعل؟ اليوم من نسمع منه خطابا مختلفا، محاولة بأن يكون هنالك حل واقعي لهذه العملية السياسية للخروج من خضم أزمة سياسية خانقة وضعت العراق في هذا الوضع الذي هو متقهقر في الحقيقة، لا خدمات، لا اقتصاد حقيقي، وكذلك بطالة كبيرة، الشعب يعاني من سوء الخدمات وكذلك من قضايا كثيرة، حتى المجتمع يعاني. ما قلت أنه يجب أن تكون هنالك رؤية مختلفة. نحن نقدم هذه الرؤية في الحكمة ونقول، ويقول سماحة السيد عمار الحكيم، بأننا خروجنا عن عباءة هذه الأحزاب القديمة، و يعني اليوم ولوجنا في عام 2017، وها هي انطلاقة جديدة بروح شبابية، بروح تحاول أن تردم الهوة ما بين ما حدث بين الكتل والأحزاب السياسية وبين الشعب العراقي، باعتبار أن الشعب العراقي اليوم هو حانق وغاضب على هذه الكتل والأحزاب. التعبير كيف يكون لهذا الغضب؟ تشرين قالت في جميع معطياتها حتى ما، لكن أستاذ رحيم، أليس المجرب لا يجرب؟ أليس من كان جزءا من المشكلة من الصعب أن يكون جزءا من الحل؟ يعني ما هي الحلول التي تمتلكها، وصفات الحل اللي تملكها القوى السياسية الكلاسيكية الموجودة في السلطة منذ 18 سنة حتى تسوق نفسها من جديد؟ هذا المواطن اللي يسأل السؤال، على جايني تحشيلي بالانتخابات وأنت تكون جزء من تأسيس هذه المنظومة الفاشلة؟ قول الناس أولا أن بمن نأتي لأن نعمر هذا البلد؟ هل نأتي بأناس خارجيين حتى يضعوا بصمتهم، أم أن العراقيين أنفسهم يجب أن ينهضوا بهذه المسؤولية؟ والنهوض بالمسؤولية يجب أن يكون من واقع حال. اليوم بعض الكتل والأحزاب السياسية نعم لديها إخفاق، وهذا الإخفاق واضح، وعلى المواطن هو أن يفرز هذه المساحات، عليه أن يحدد من الصالح ومن الطالح، وأيضا من شارك في زيادة الفساد، شارك في أن تكون الحكومات المتعاقبة هي حكومات فاسدة و يعني ألقت بظلالها على الشعب العراقي سوء خدمات إلى آخره. اليوم هل هنالك رؤية جديدة؟
لمن يطرح نفسه المتلقي يجب أن هو يشخص هذه الحالة. صناديق الاقتراح عفوا هي الفيصل بيننا وبين المسيئين من الأحزاب والكتل السياسية. الذهاب إلى الانتخابات والتصويت للشخوص المناسبين الذين نراهم هم ممكن أن ينقلوا هذا الشعب نقلة نوعية ونتخلص من هذه الحالة. دائما العقدة نعم دائما العقدة هي في المسألة الانتخابية هي في إقناع الناس في المشاركة. إلى أي درجة أستاذ زياد تعتقد بأن القوى السياسية وواجهاتها وأحزابها لما تعيد طرح نفسها من جديد بعد كل هذه التجربة ضمن حملة انتخابية بدأت مبكرا ستدفع الناس نحو المقاطعة؟ يعني بمعنى يقولوا للناس ترى هذا الموجود ماكو غيرنا بالساحة ولازم تشاركون بالانتخابات وتنتخبون، ألا يدعو ذلك الناس إلى مقاطعة ربما تكون أكثر عمقا وتاريخية من مقاطعة انتخابات 2018؟ دكتور جيد اسمح لي أتكلم بصراحة. عن الانتخابات السابقة 19% فقط نسبة المشاركة، اليوم التحديث البيرومتري متدني جدا خاصة في مراكز المدن ومنها المنكوبة بالتحديد. الحقيقة مع كل الاحترام لضيفك الكريم أنا لا أتفق معه جملة وتفصيلا. التيار الصدري تيار الحكمة الذي يمثله هو جزء من هذه العملية السياسية واليوم يتكلم باسم ثوار تشرين. الحقيقة ثوار تشرين هم خرجوا على تلك الأحزاب، خرجوا على حزب الدعوة، خرجوا على حزب التقدم، خرجوا على أبو مازن، خرجوا على شخصيات كثيرة يعني لا تمثل الحقيقة الشعب العراقي. يعني اليوم التيار الحكمة شاهدنا قبل يومين فيديو مسرب عن عمليات جمع مواطنين مقابل أموال أو مقابل غداء إلى آخره، شاهدناه أنا وأنت تابعناه في تويتر. لم يعد الأمر ينطلي على المواطن. اليوم إذا تريد أن تشارك أو تحفز المواطن المشاركة عليك أن تستبدل هذه الأحزاب وهذه الوجوه بوجوه جديدة وفق آليات جديدة. يعني اليوم هناك تغيير في قانون الانتخاب ولكن الحقيقة العوامل لا زالت لا تفي بالغرض. هذه العوامل لحد الآن لا تفي بالغرض كونها هناك جهات أو هناك أشخاص مستبعدين. عمليات القتل يعني شاهدنا قبل أيام شخص مرشح في منطقة الطارمية تم قتله، من الذي قتله؟ هم المستفاد من قتل شخص مرشح. هناك مرشحين الحقيقة يخشون على حياتهم من أن يعلنوا عن ترشحهم في الانتخابات القادمة حتى لا يتم تصفيتهم. هل أستطيع أنا أو أي شخص معارض للعملية السياسية أن يذهب إلى بغداد أو الموصل أو أي محافظة أخرى ويرشح بدون أن يتعرض إلى تهديد؟ نحن خارج العراق ونتعرض إلى تهديد وإلى جيوش إلكترونية جيشت الحقيقة موظفين دولة تدفع لهم رواتب من أموال الشعب العراقي من أجل إسقاط أي صوت وطني. أعتقد بأن هذه المسألة غير مقبولة وغير واقعية. وكل من يتحدث باسم ثوار تشرين والثورة العراقية من الأحزاب الحقيقة هو يحاول اشترار يعني دعاية مبكرة ودعاية مبتذلة لا تمثله ولا تمثل حزبه الفاشل. لكن ما يخالف أستاذ زياد، لكن هو محق. يعني مثلا أستاذ رحيم العبودي لما يقول مين نجيب أحزاب، يعني خو ما تجي الناس من القمر ترشح، لازم أكو مادة انتخابية واحدة من تلك المواد الانتخابية الأحزاب الموجودة. يعني مين نجيب أحزاب؟ مين نجيب قوائم؟ مين نجيب كتل؟ سؤال جيد جنابك الكريم. ممكن أنه هسه الآن تقدم على حزب وتبني برنامجك الانتخابي إلى محاربة الأحزاب والفاسدين الذين سرقوا مقدرات العراق، الذين قتلوا المتظاهرين، الذي غيبوا المواطنين في السجون وغياب السجون، الذين دمروا مدن وقصفوا وقتلوا من المواطنين. وأذهب إلى بغداد يعني 48 ساعة كثيرة عليك سيتم تصفيتك. أخي الكريم يرجى أن نتعامل بأكثر من هذه المسألة، تحتاج إلى واقعية أكثر. المشكلة في العراق أعقد بكثير من تلك الهتافات أو الشعارات الرنانة. من أين نأتي؟ العراق 40 مليون، من أين نأتي بمرشحين؟ لدينا قامات وطنية، لدينا أشخاص أبطال موجودين في داخل العراق وخارج العراق، لو أتيحت لهم الفرصة لأعمروا العراق. لا يسمح له، لا يسمح لأي شخص وطني لا يرتبط بجهة دولية أن يرشح.
من يعمل للعراق هو مستهدف ويقتل، من يعمل من أجل العراق مغيب، من يعمل من أجل العراق مختطف. اليوم لدينا شباب بعمر الزهور يتم تصفيتهم بس مجرد أن يخرجون من الساحات أو يخرجون من بيوتهم بعد التظاهرات، وتريد أن شخصيات من داخل العراق وخارج العراق أن ترشح في الانتخابات. يعني ماشي أستاذ زياد، احنا شفنا وتابعنا التسقيط السياسي اللي صار على وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيات، ما بين ما يمكن تسميته يعني حرب قديمه مستعره تتجدد في كل انتخابات. هل هذه الحاله التسقيطيه الطبيعيه في الانتخابات ربما تدفع الناس نحو المشاركه لو تحثها على عدم المشاركه لكونه هذا المشهد السياسي، ماكو غير التسقيط، ماكو إنجاز غير التسقيط؟ للأسف الشديد دكتور، بالفعل لا يوجد إنجازات، لذلك هو نشر الغسيل الوسخ يعتبر من أجل إظهار حقيقة هذه الأحزاب وهذه الجهات السياسية وهذه الكتل والتي دأبت على تدمير العراق، تدمير واقعه الصحي، واقعه التعليمي، واقعه الأمني، واقعه الاقتصادي. وشاهدنا كلنا عملية انهيار العملة العراقية بطريقة أو بأخرى، شاهدنا وضع الاقتصاد وتردياته وواقعنا الصحي. لذلك الحقيقة لن نجد أشياء معادلة أو أشياء تستطيع أن تتباهى بها الأحزاب ومنجزاتها. يعني لازلنا نتذكر أحد رؤساء الوزراء السابقين أو السابق بنصف كيلو عدس، لازلنا نتذكر استعراض رئيس الوزراء الحالي. هذه المسألة لم تعد تنطلي على الشعب العراقي. من يريد أن يشارك ويجعل الشعب العراقي يشارك عليه أن يقدم برنامج حقيقي واضح وصريح، مو يطلع رئيس وزراء رئيس القائد العام للقوات المسلحة الأسبق البعض كلمتين البعض. هذا الأسلوب انتهى، الكل أصبح الكل شيء مشخص في داخل العراق، القاتل مشخص والضحية مشخص والفاسد مشخص، وكل الوزراء والطبقة السياسية مشخصين إذا كانوا سيئين أو غير سيئين، إذا كانوا جيدين أو أدائهم جيد أو غير جيد. لم يعد هذا الأمر ينطلي على أبناء الشعب العراقي الحقيقة. طيب، يحتاجون إلى حركة حقيقية تصحيحية. نعم. أستاذ فلاح المشعل ذكرت في السياق سيد هذا الكلام فممكن أريد أي تفضل أستاذ رحيم، نرجع للأستاذ فلاح، نستأذن الأستاذ فلاح. أي تفضل أستاذ رحيم. أولا أنه عملية تجديد الكيانات السياسية أو خروج من رحم كيان سياسي كبير والإتيان بأفكار جديدة، هذا ليس معيب أولا، هذه نقطة. النقطة الأخرى، من يقول أن من سيأتينا من الخارج هو غير مؤدلج وغير ممنتج في الخارج وغير مرتب في الخارج وبالتالي تدفع إلى الواجهة السياسية؟ من معظم الأحزاب أتت من الخارج، معظم الأحزاب الحالية، أسف على المقاطعة، معظم الأحزاب الحالية أتت من الخارج. هذه الطبقة السياسية الحالية هي معارضة خارجية. أعتذر مرة أخرى عن المقاطعة، تفضل جنابك. يعني جنابك الكريم تركز على فكرة أن كل الأحزاب الموجودة في الساحة اليومية أتت من الخارج وأتت على الدبابة. مو كلها، هذا الموضوع أغلبها نعم، مو كلها أغلبها. عموما اليوم من يخرج بكيان سياسي جديد ويضع استراتيجية جديدة ويخاطب بخطاب جديد، أيضا حتى عملية أن نطرح قضية القائمة الطولية التي تختلف عن السابق، هي التي تضم سيفساء العراقيين بأجمعهم، أن تكون هنالك جميع المكونات مقبولة ولها أولوية وعلمية. يعني إذا كنت تعتقد أستاذ رحيم أو تلمح إلى أن هناك قائمة طولية يعني تحوي الجميع كأنموذج عراقيون منذ التأسيس نوابهم من المكون السياسي الشيعي يعني في نهاية الأمر؟ لا بالتأكيد لا، اليوم هناك من جميع المكونات، اليوم لا تعلم حتى ما يحدث خلف الكواليس. سندخل بتحالف عراقيون إلى الانتخابات القادمة وسترون الأسماء، لن تكون هنالك وجوه مكررة ما لم يكن هنالك لهذه الوجوه عطاء ومقبولية لدى الشارع. الحكمة بالذات اليوم حينما ترفع هذا الشعار، شعار الوطنية وشعار أن يكون مشروعنا هو مشروع الوطن، لا نأتي بجديد على من الخطاب السياسي للكتل والأحزاب، ولكننا فاعلون ولسنا
بمتقولون. اليوم معارضتنا وخروجنا للمعارضة هو حتى نبني هذه المعادلة الحقيقية، المعادلة السياسية التي تنتج، وهي ليس الجميع هم في مركب واحد. اللي دا يشوفنا أستاذ رحيم يقول تيار الحكمة مو تيار معارضة، بالنهاية مشارك في السلطة، وهو من جاء بوزير النفط على سبيل المثال. لا أبدا أبدا، اليوم حتى عملية الاتيان بسيد رئيس الوزراء شخصا، نحن هو يعني مرشحين للسيد الكاظمي والجميع يقول بأن رئيس الوزراء لكم، هل هذا حقيقة؟ أبدا. اليوم نحن بعد ترشيحنا للسيد الكاظمي، السيد الكاظمي قلنا له وبالفم المليان عن طريق سماحة السيد الحكيم أن تذهب وتشكل فريقك الذي يكون حل المرحلة ولا يكون أزمة في خضم الأزمات السابقة. وبالفعل ما يحدث اليوم من السيد الكاظمي نراه فيه بارقة أمل في أغلب الأمور، مكافحة الفساد، عملية محاولة السيطرة على المناقض الحدودية، الطروحات الاقتصادية، كل هذه الأمور هي أمور كان يجب المضي فيها منذ زمن، ولكن هذا السجال السياسي العقيم الذي تركز الأنا السياسية فيه ومحاولة المصالح والكسب والمغانم السياسية هي من أطاع. يقول لك أستاذ رحيم، يقول لك الانشطارات السياسية، تتكلم جنابك عن خروج كيان سياسي أو حزب سياسي أو تيار من رحم تيار آخر، ظاهرة إيجابية وليست معيبة. نعم، ولكنها لا تغير السياسات. الناس تقول لك هو راح يجي يتعامل مع استحقاقات المرحلة، الانشطارات جاء لأن الدوائر متعددة، الانشطارات جاء حتى نبين أن هناك وجوه جديدة، لكن هي مرتبطة. خرجت منذ عام 2017. لا ما دافع عن الحكمة اليوم، الآن هذه الكيانات، التفسير الوحيد، أكو رأي يقول التفسير الوحيد أستاذ رحيم لتعدد الكيانات اللي صارت بالمئات 300 حزب بسبب غايات انتخابية. خطاب موجه إلي أنا، هذا هكذا كسياسي أفسر ما يقال في الحلقة. اليوم حينما يكون هنالك خطاب يجب أن يكون هذا الخطاب متوازن. هل الجميع في من القوى السياسية هي فاسدة 100%؟ يعني هذا الخطاب مقبول أبدا؟ اليوم الحكمة بعد خروجها من عام 2017، الرجل زياد قال لك الأغلب وليس الكل. لا لا لا، ما هو من يقول بتعابير وتلميحات ويشير إلى الحكمة وإلى مشروعها، هذا مرفوض ومردود. ليش؟ لأن اليوم هل هنالك من عمل كما عملت الحكمة؟ هل هنالك استقطاب ومحاولة للهدوء بالوضع السياسي وعدم جر البلاد إلى هذا التناحر وهذا؟ والله يا أستاذ رحيم أقول لك شغلة، كل القوى السياسية تقول بأن وزير النفط من الحكمة أو مرشح الحكمة باستثناء الحكمة. أبدا، لو كان للحكمة يد في توظيف أو تمكين السيد وزير النفط مع دل احترامنا لهذه الشخصية، بدأت عملية اختيار سيد وزير رئيس وزير عفوا وزير النفط كان من نواب البصرة وحصرا، وكان هذا وعدا من السيد رئيس الوزراء لنواب البصرة. طيب، وتبانوا على عملية التصويت لهذه الشخصية، ولم يكن أي مرشح للحكمة في مجموعة المرشحين لهذا المنصب، فكيف يكون للحكمة؟ عملية التسقيط واضحة جدا، عملية أن يكون هنالك وزراء لكيان بدأ عمله وشق عمله بشكل معارضة، وهو اليوم يقود هذا الحراك السياسي المختلف عن الجميع. هذا البرنامج صار إعلان، صار دعاية أيضا انتخابية للحكمة. جيد، ما هو هذا اللي يخلينا التفاتة مهمة أستاذ فلاح، هذا اللي يخلينا نناقش بأنه هل الحملة الانتخابية بدأت باستعراضات شتى. طيب أستاذ فلاح، عملية التسقيط اللي شفناها بالإعلام وأشرت لها جنابك في السياق، انعكاساتها وتداعياتها على المزاج الانتخاب العام، هل هي إيجابية أم تعتقد أنها سلبية تدفع باتجاه المقاطعة ربما للانتخابات المقبلة؟ نعم، أقول حقيقة هذه التسقيطات والصراعات اللي في الإعلام وحتى في الساحات ترى هي مقروءة تماما من قبل المواطن العراقي، ويعرفها ويعرف أهدافها ويعرف غاياتها، ولعل المواطن العراقي واصل إلى معرفة دقيقة بالشخصيات بالأحزاب بتفاصيلها بأرصدتها بمنافذ النهب اللي اشتغلت عليها خلال
17 عاما او اكثر، فهو يقرا المشهد قراءه اخرى يعني تماما، بخلاف ما يعتقد السياسي. السياسي يعتقد حقيقه انه الشعب العراقي ما زال في ظلال الوهم يعني، او في ظلال الخديعه، سواء الطائفيه او العنصريه او يعني وغيرها من الاوهام. اليوم المواطن العراقي حقيقه بدا يتلمس الاشياء بموجب حاجاته الوجوديه، يعني من اكل، من معيشه، يعني اثنين او ثلاثه من اولاده معطلين عن العمل وهم يحملون البكالوريوس بالهندسه او باختصاصات اخرى، بينما ابناء المسؤولين والوزراء يستأثرون بالمنافع والسلطات والثروات والسفر والمناصب في سفارات العراق بالخارج. يعني أبوهنا وزير أو مسؤول حزب، وولده وبناته ماخذين مواقع بالسفارات هذا الموضوع صار متداول يومي ومفهوم، وإلى حد يعني جزع الناس، جزعت منه يعني، بعد ما تحكي به هسه يجيني يسقط بعضهم البعض أو واحد يشتم الآخر. هذه القضية يعني هذه أفلام نستطيع أن نقول عليها قد احترقت حقيقة. وحتى الآن الإعلان عن تفريق أحزاب أو أحزاب ظل والنشاط تحت عناوين أخرى جديدة، أنا أقول هذه المرحلة حقيقة، سواء الحكمة اليوم يقود تجمع عراقيون 40 أو 50 نائب في البرلمان، هذول النواب الموجودين في تجمع عراقيون، واحترامي للجميع حقيقة بلا استثناء، عليهم استحقاق المرحلة، استحقاق المرحلة لكي تجهز لانتخابات صحيحة، وأنت تثقف لها الآن. ها؟ ضمن استحقاقات المرحلة هو نزع السلاح أو السيطرة على السلاح المنفلت. سيقول هذه وظيفة الحكومة، أنتم برلمان، أنتم الغطاء الشرعي والقانوني. أستاذ فلاح، أستاذ فلاح، ادعموا الحكومة بهذا. أستاذ فلاح، هذا الموضوع مهم جدا. نعم. وأيضا هو جزء من يعني تفاعل الناس مع مسألة عيد الجيش، أين الجيش والسلاح المنفلت موجود؟ وبالتالي حتى نرجع لسياق الانتخابات، حتى نرجع لسياق الانتخابات، شلون ممكن تنزع سلاح ناس؟ السلاح هو جزء من الدعاية الانتخابية، السلاح جزء من صناعة مستقبل تلك الجماعات السياسية والمسلحة. هو هذا اللي أنا أريد أوصل له حقيقة في سياق طرحي للموضوع. يعني العديد من هذه الأحزاب وفي مناطق معينة ومعروفة للأخ رحيم ولي إحنا بالداخل العراقي وللأخ الأستاذ زياد يعني أيضا قارئ المشهد يعني جيدا، مناطق كاملة تخضع إلى سطوة السلاح، ومحافظات كاملة ومدن وأقضية وقصبات، وبعضها تخضع يعني شوي إذا ابتعدنا عن السلاح الحزبي أو المسيس أو الميليشيا تخضع لسلاح العشيرة، وهذا واقع حال. أنت في 17 أو 18 عاما لم تستطع أن تغير من هذه التركيبة يا عزيزي يا أستاذ رحيم، كيف الآن تأتيني بهذا الكلام اللطيف الوردي أنه الحياة ولودة يعني ولودة والواقع الاجتماعي راح ما يتسع لولادات أخرى إضافية؟ نعم هناك تشكيلات موجودة وهناك شخصيات مهمة خارج نطاق الأحزاب الموجودة، يعني جاي تقول أستاذ فلاح بأنه الانشطارات والتفريخ للأحزاب الكلاسيكية بأن تنتج أحزاب وجماعات سياسية أخرى، هذا راح يدمر الانتخابات. على أكثر هاي خديعة. لا هي هذه يعني شوف هذه هي محاولة احتواء الأصوات المدنية أولا، لأنه هو صارت موجة المدنية، لأنه ساحات الاحتجاج يعني ثورة تشرين ثورة مدنية، ثورة كل الشعب شارك بها بمطالب معروفة أسبابها وواقع معروف يعني تراكماته. لهذا تحاول الأحزاب أن تلتف بهذه الطريقة، أن تشكل أحزاب أخرى بديلة بعنوان المدنية، يجيبوا لهم كم وجه مدني يحطوه بالصدارة أو بالقائمة، لكن بالنتيجة أنت لا يمكن لك أن تحقق انتخابات نزيهة شريفة بها حق للمواطن إذا أنت ما تنفذ استحقاقات المرحلة التي تسبق الانتخابات، وأهمها السلاح المنفلت. أخي يعني ناس تنزل بالسلاح تقول لك هذا الشارع معنا، وانت وينك؟ اطلع 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 واجههم، اطلع سيطر عليهم. اذا انت فعلا عندك قدرة جمهور وشعب وبرلمان وعندك قوة وتوعد بانتخابات
ستكون نزيهة وستكون بديل نوعي وتقدم الضد النوعي للفساد الموجود. إذا هي يعني هذا يخليني أنت تتعامل مع مع عملية وهمية أصلا، لأن كل الخطاب المطروح الآن هو يخرج من ذات المستنقع الراكد من 17 عام. يعني أنا لا ألوم الأخ الدكتور برهم صالح يوم أمس حينما يقول هذه عملية سياسية ميتة ونحن نحتاج إلى عقد سياسي جديد. طبعا هو ما قال ميتة، لكن بحاجتنا إلى عقد سياسي جديد وحي بالنهاية. بالنهاية إقرار بالفشل. نعم، إقرار بالفشل. لذلك هذا إقرار بفشل كامل للعملية السياسية. نعم. إذن المطلوب الآن قبل الانتخابات أن نفكر بأن هذه العملية السياسية عملية ميتة، كيف يمكن أن نحيي مشروع عملية سياسية جديدة؟ هذا اليوم هذا لدينا السؤال، القدرة هذا على السؤال. أن ننتج فكر بديل. نعم، إنتاج هذا الفكر البديل هو من خلال إقناع الناس بأن هناك فرصة وبيئة مناسبة للمشاركة في الانتخابات تنتج عملية سياسية جديدة لتؤسس لعقد اجتماعي جديد. دقيقة واحدة أستاذ زياد السنجري. أوكي. هذا الكلام اللي يعني شاركته به يوحي بأن الساحة مقبلة على المزيد من التصعيد والمزيد من التسقيط الانتخابي. في دقيقة واحدة من لطفك. نعم، أريد أن أذكر حالة معينة. في بعد انتهاء العمليات العسكرية في مدينة الموصل، وجد أبناء الموصل بأنهم يريدون رد الجميل للسيد عبد الوهاب الساعدي، فحاولوا إنشاء تمثال لهذا القائد العراقي في مدينة الموصل، ولكن السلطات الأمنية بقرار سياسي منعوا ذلك التمثال ولم يتم افتتاحه رغم إنجاز هذا القرار. اليوم تذهب إلى مدينة الموصل تجد صور قاسم سليماني الجنرال الإيراني الذي قتل على يد القوات الأمريكية، أو شباب عراقيين غيارة أحرقوا هذه الصورة، صورة يعتبرون شخص أجرم بحق العراقيين والسوريين وقتل أطفال ونساء في وجهة نظرهم وأحرقوا هذه الصورة. ما حدث أنه تم اعتقال الشخص محمد جمال عبد الناصر الشاب من حي الإصلاح، وطبعا تعدوا عليه كثيرا وهو بين الحياة والموت الآن نتيجة التعذيب. اليوم الانتماء للعراق تهمة، اليوم الانتماء لمبادئ العراق الوطنية تهمة. أنا لا أريد أن أطيل، ولا أريد أن أقول لك دكتور سيد، هل تستطيع أنا وأنت أن نشكل حزب ونذهب للعراق ونقول شعارنا حصر السلاح المنفلت بيد الدولة؟ هل نستطيع أن نقول كل الميليشيات الموجودة خارج إطار الدولة؟ هل نستطيع أن نقول أنا وأنت نريد محاسبة؟ تعرف هذا التحدي، أستاذ زياد السجري، مو أني يعني لازم أجاوبك عليه، هاي السلطة ممكن ما تقدر تجاوبك وتحقق لك هذه الأمنية. إذا لا تطلب من الشعب أن يشارك إذا ما لم تهيئ له الأجواء المشاركة. أستاذ رحيم، اليوم المشاركة عقيمة. نعم أستاذ رحيم، معذرة أستاذ زياد. أستاذ رحيم، في دقيقة واحدة، مقبلين على تصعيد، مقبلين على المزيد من التسقيط، مقبلين على معارك إعلامية ممكن نشوفها على شاشات التلفاز، استعدادا للانتخابات المبكرة. دقيقة واحدة لطفك. بالتأكيد صور السيد سليماني الذي له الفضل الكبير في التخلص من داعش ومن لفها هو عملية تسقيط، عملية أن نقول بأن هنالك الجميع فاسد، الجميع غير قادر على التجديد، الجميع غير قادر على الإنتاج، هذا هو التسقيط بعينه. اليوم الشعب العراقي شعب قادر وشعب انتفض، وهذه الانتفاضة هي ليست نعم لم يكن للحكمة فيها، ولكن نحن من دعم هذه الأمور وكنا من أول الداعمين لخروج الشباب للمطالبة بحقوقهم ووقوفهم أمام مجلس الوزراء إبان حكومة سيد عادل عبد المهدي، هذا لا يستطيع نكرانه أحد. اليوم عملية أن ننتج هذه الأفكار وهذه الحوارات مع شعبنا هي حق، لا يمكن لأحد أن يستلبنا هذا الحق. والحكمة هي من أول من أشار إلى السلاح المنفلت والمال السياسي، وسيد الحكيم في خطاباته جلها قال لاءته التي اشتهر بها، وهي لا للسلاح المنفلت، لا للتدخل الخارجي، لا للقواعد الأمريكية، لا للتواجد المقاتلين الأمريكان، وأيضا لا للتدخل في الداخل العراقي. شكرا جزيلا. وتبقى يبقى الميدان هو الحكم، ونعمل على أن نكون في خدمة شعبنا ولا أن نكون جزءا. شكرا جزيلا. رحيم العبودي، زياد السنجري، والأستاذ أيضا فلاح المشعل، شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيوفا في هذه الحلقة من حوار التاسع. نلتقي غدا بإذن الله.
على ابو شربة الماي وهذا حاله. عادة النازحين كل المظلومين عندكم اجيبهم بايدي. من اقصى العراق الى اقصاه، سيدات وسادة، هذا